رساني عندي طلاب اثنين ابتدائية متوسطة ياخذون على الساعة 2000 دينار. ومع ذلك يعني حتى طلعوا مكملين. الهم صار عبء آخر عليه. شيء أكيد يعني هسه احنا هنا المعيشة والهذا، بالإضافة إلى ذلك الخصوصية، تدريس الخصوصي. يعني لو اكو تدريس مضبوط ما نلجأ للخصوصي. ها اللي جابنا على الخصوصي شنو؟ ضعف التدريس. انت من تشوف اولادك بالبيت ايش قد تنطي المستوى لتقبلهم للدراسه بالمدرسه الحكوميه؟ والله 50%، والله ضعف ضعف. يعني هسه عندك الكادر التدريسي ضعف، ما مثل قبل. يعني وين قبل وين هسه؟ فهذا الشيء كله يخلينا نلتجئ على الخصوصي، وهذا الشيء يعني فوق طاقتنا. الحل انه يراجعون يعني يشتغلون مثل ما الله امر الكادر التدريسي الحكومي، يغيرون الخطه ماله، يخلون عينهم عليه. الغلط بعض الكادر التدريسي، نقول ما نقول كل الكادر التدريسي، بعض الكادر التدريسي ما ينطي الماده حقها يعني داخل الصف. يجي يتحجج بحجج واهيه، يقول لك مثلا انه الصف عدد طلابه كثار، نظام ماكو، الطلاب عقلياتهم ما تتقبل هاي الشغله، فتقوم الناس تتجه نحو المدارس الأهلية والتدريس الخصوصي، مع العلم أنه هو نفس المدرس ينطي المادة بالدرس الحكومي وينطي المادة بالدرس الخصوصي. الدرس الحكومي انطاها يعني هذه التسلسل مشت المادة، درس خصوصي لا يشدد يعني على المادة أنه لازم يوصل للطالب. بالمدارس الحكومي خلاص طاع حصته ومشى، المنهج نفس المنهج، لكن المدارس الخصوصية يصير بها الانضباط أكثر. ثاني شيء صيغة أسست المدارس الأهلية مظاهر، الناس مظاهر، كلها المظاهر اغلبها مظاهر، بالاضافه ان المدرسه الخصوصيه قلت لك يعني المدرس يعني ينطي اهتمام اكثر. السبب هون نسال هو الكادر التدريسي او سال نقابه المعلمين او سال جماعه التربيه، ليش مدرسيكم نفس المدرس هو الماده بالمدرسه الحكومي ينطيها مختصره او ينطيها ما اقول ما ينطيها حقها لكن ما يركز عليها. مدارس الاهلي يقولون انه تركيز اقوى. يعني انا ابني اخذ من عندي 30,000 باسبوع واحد، أكثر من 30,000، وبصراحة هي من طلعت هي المدارس الأهلية بدأ الفشل الدراسي مالت. يعني إحنا كنا قبل لما كنا ندرس كان ماكو مدارس أهلية، كنا ندرس مستوى واحد. لذلك هسه صار اللي عنده فلوس راح درس خصوصي تشوفوا درجات عالية، أما هذا حتى ترك المدرس يعني ما يجي ينطي حصة تدريسية كاملة بالمدرسة الحكومية في سبيل حتى يغصب الطالب في سبيل حتى يروح يدرس بالمدارس الأهلية. فهو هذا الفشل الفظيع اللي صار عندنا. الحكومة المفروض كل مدارس حكومية وكل تدريس واحد يصير، وتركيز يصير المدرس على الطالب، الطالب هو المفروض هو بهاي الحالة يقوم يعني يغصب نفسه على الدراسة، حتى يعني ينطيك الأسئلة اللي قدام، يعني ينطي لك اياه قدام في سبيل حتى ينجح ابن اللي عنده فلوس.